صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير والسعادة والإيجابية. أصبح عليكم أعزائي المستمعين وأرحب فيكم في موسم جديد لبرنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، وفي الإخراج مخرجنا المبدع سعيد المر. وبكون معاكم في تقديم حلقة اليوم محدثتكم آمنة آل علي. وأعزائي المستمعين، في موسمنا الجديد من برنامج صحة وسعادة بتسمعون أصوات الأطباء اللي حبيتوهم وتفاعلتوا معاهم في المواسم السابقة من البرنامج، وهم الدكتورة ندى الملة والدكتورة عاشة البسطي والدكتورة بدرية الحرمي. وكذلك بتنضم معانا ضمن مقدمي برنامج صحة وسعادة الأخت والزميلة أسمى الجناحي. صباح الخير أسمى. صباحكم الله بالنور السرور عليك أخت آمنة وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. أهلا فيك أسمى، وطبعا نذكر مستمعينا أن يتواصلون معانا على الاسمس 4006 لجميع الاستفسارات والاقتراحات اللي حابين أنها تنطرح في برنامج صحة وسعادة. أيضا في هاي الحلقة نحن راح نناقش آخر الأخبار الصحية والعلمية اللي تهم كافة أفراد المجتمع، أيضا أكثر المناقشات والحوارات والأخبار المتداولة على قنوات التواصل الاجتماعي. ومع الموسم الدراسي الجديد عندنا فقرة خاصة للأمهات عن كيفية إعداد وجبة صحية محببة للطفل، وأيضا لدينا فقرة مهمة عن آخر عن أخرى عن العودة للمدارس والإجراءات الوقائية المعتمدة في برنامجنا صحة وسعادة. خبرنا اليوم يقول نقل خدمات عيادة الغدد الصماء للأطفال من مستشفيي دبي ولطيفة إلى مستشفى الجليلة. أعلنت هيئة الصحة بدبي مؤخرا عن نقل خدمات عيادة الغدد الصماء للأطفال من مستشفى دبي ولطيفة للنساء والأطفال إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. وتعد هذه الخطوة هي الأولى التي يتم فيها نقل خدمات تخصصي الأطفال من مستشفى دبي إلى الجليلة، بعد خطوة سابقة أنجزتها هيئة الصحة قبل الشهر بنقل خدمات جراحة الأطفال وعيادة الأعصاب من لطيفة إلى الجليلة. نعم، وطبعا أسمى تمضي هيئة الصحة بدبي ضمن خطة وضعتها لنقل جميع الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال من المستشفيات التابعة لها إلى مستشفى الجليلة. وطبعا هي تستهدف بهذه النقلة إلى الوصول إلى أقصى درجات التكامل في هذا التخصص الطبي الدقيق، ومن ثم تحقيق المزيد من جودة الخدمات، إضافة إلى تحقيق الاستثمار الأفضل في الكفاءات الطبية المتخصصة والاستفادة من التقنيات الحديثة المتوفرة بشكل أفضل. وطبعا هاي الأخبار أسمى دائما نسعى أن توصل للمستمعين يعني يحصلون الفائدة الأكبر، يعرفون التخصصات وين موجودة، فحين نحن نقولهم بأن بعض التخصصات الطبية يعني التخصصات يعني المتخصصة تم نقلها من مستشفى لطيفة ومستشفى دبي إلى مستشفى الجليلة. طبعا الفقرة اللي كل المستمعين يحبونها واللي هي مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، أسمى حدثينا شو الجديد في وسائل التواصل الاجتماعي؟ نتكلم عن أحد الأخبار المهمة وكان عليها تفاعل جدا كبير في قنوات التواصل الاجتماعي، وهي صحة دبي تتيح جرعة ثالثة من لقاح فايزر بيونتك لأصحاب الأمراض المناعية المتوسطة إلى الشديدة. نحب نأكد أن الجرعة الثالثة فقط لأصحاب الأمراض المناعية المتوسطة إلى الشديدة. الجرعة الثالثة من لقاح فايزر بيونتك في مثل سلسلة من الأشياء اللي يسويها المتعامل. أول شيء تأكد إن كنت من الفئات المحددة لأخذ الجرعة الثالثة. اثنين، إن كنت من ضمن الفئات استشر طبيبك المختص أو طبيب العائلة حيث مكان ملفك الطبي وأخذ الاستشارة.
الخاصة من الطبيب لمعرفة هل أنت أيضا تستطيع تأخذ الجرعة الثالثة ولا لا. مو بكل جميع اللي عندهم أمراض مناعية يستحقون الجرعة الثالثة، فلازم يستشيرون طبيبهم. 3، سيقوم طبيبك بإعلامك في حال كنت تحتاج إلى جرعة ثالثة أم لا. 4، سيقوم طبيبك بتحويلك إلى المركز التطعيم في المستشفى اللي تعالج فيه أو في المراكز التطعيم الخاصة. فالجرعة الثالثة، بعض الأسئلة اللي وصلتنا أن بغينا نحجز الجرعة الثالثة بس ما استوى. الجرعة الثالثة تتم من خلال الطبيب المعالج للمرض حسب الفئات الموجودة. شو هي الأمراض؟ طبعا المستمعين بيسألونا شو هي الأمراض. 1، الذين يعانون من أمراض مناعية أو يتلقون علاجات مثبطة للمناعة من المتوسطة إلى الشديدة. 2، الذين يتلقون علاجات لمرض السرطان مثل العلاج الكيماوي. 3، الذين خضعوا لزراعة أي من الأعضاء أو الخلايا الجذعية. أيضا من يعانون من نقص المناعة الأولية الشديدة، مرض نقص المناعة المكتسبة المتقدمة أو غير المعالجة، الذين يتلقون أدوية مثبطة للمناعة. تقريبا عندنا مثل تنويه أن الجرعة الثالثة تشمل جميع الفئات من 12 سنة فما فوق إن كانوا من الأمراض الذي تم ذكرها في هذا البرنامج الإذاعي. نعم، أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، تم إضافة قائمة بالمستشفيات الخاصة اللي توفر لقاح فايزر بيونتك في دبي. ممكن يدخلون على قنواتنا، قنوات التواصل الاجتماعي اللي هي في الإنستغرام، تويتر، وسناب شات، وتيك توك هو DHA_Dubai. أما على فيسبوك ويوتيوب هو دبي هيلث أوثوريتي. تقريبا جميع المستشفيات الخاصة اللي تقدم لقاح فايزر بيونتك موجودة في هذه النشرة. أيضا من ضمن الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، اختتمنا ثمرة تعاون بين هيئة الصحة بدبي ودبي القابضة. تمكننا من الحملة اللي كنا نتكلم عنها في الموسم السابق، أفضل هدية إنقاذ حياة. تمكننا من تجميع قرابة 770 وحدة دم تم توفيرها من خلال 26 جولة في مع دبي القابضة، ومن خلال الباص المتحرك لجمع تبرعات بالدم. فنحن بذلك أسمى نحث المستمعين دائما للأخبار الصحية اللي تهمهم إن يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة بدبي، وخاصة الإنستغرام، لأن نحط فيه كل المستجدات الخاصة بالموضوعات الصحية اللي تهمهم، وطبعا اللي هو DHA_Dubai. والحين أعزائي المستمعين بنطلع معاكم فاصل، وبنواصل بعد هذا الفاصل موضوع جدا شيق واللي هو إعداد وجبة صحية محببة للطفل مع العودة طبعا للمدارس. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. طبعا أعزائي المستمعين، ذكركم برقم التواصل معنا عبر الاسمس 4006. وطبعا مثل ما عودناكم في برنامج صحة وسعادة، الفقرة الأولى في برنامجنا دائما تكون فقرة التغذية. هاي الفقرة اللي نحب نحن دائما طبعا نيوعكم الصبح ونذكركم بالأكلات الحلوة. والحين طبعا نحن من بين طبعا المشكلات الصحية اللي تواجه البعض منا أو الكثير منا، تأتي مشكلة إقناع الطفل بتناول وجبة غذائية معينة، وتزداد هاي المشكلة من دون شك مع دخول المدارس واهتمام الأمهات بتناول أطفالهن وجبة صحية تساعد في اكتساب الطاقة والتركيز خلال اليوم الدراسي. وغالبا طبعا ما يرفض الأطفال الوجبة الغذائية اللي تقدمها الأم، لكن هناك حل لهذه المشكلة بتقدم لنا أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة نجلة درويش. صباح الخير أستاذة نجلة. صباح النور والسرور لجميع المستمعين، أقول لهم يومكم سعيد. مرحبا بك أستاذة نجلة. مرحبا بكم. بنبدأ أول شيء نتكلم عن بعض الأشياء، خصوصا لهال الحين مثلا أو الأطفال ما يحبون الوجبات اللي تعطيهم الأم. فنحن يعني على موضوعين. واحد، شو الطريقة المثلى اللي ممكن الأم تجهز الوجبات الغذائية للطفل؟
قبل الذهاب للمدرسة؟ هي لازم أول شيء تشوف الوجبات المحببة للطفل، يعني مثلا ما تجبر على شيء محدد أو معين، بحيث أنه مثلا تخلط له أشياء مثلا لحوم مفروم، لحم مفروم مع مثلا شوية أشياء ممكن الطفل يشوفها ممزوجة وما يتعرف عليها شو داخل الوجبة، وبالتالي يعني يحس خلاص ما يبي يأكلها. في نفس الوقت يعني تشوف الطريقة المثالية اللي الطفل مثلا تشاركه، يعني تحاول انه تشاركه بحيث انه يجهز معاها الوجبة على شكل اشكال، تحببه بالالوان. دائما نقول يعني تلون طبق الطفل في المدرسة بحيث انه خلاص يعني يحس انه هالشيء جاذب وانه ممكن ياخذه. تقطع له الخبز على اشكال معينة، تحط مثلا عليها شوية خضروات. واذا كان الطفل يعني شوي بطيء بالاكل، تحاول ان يعني تعطي اشكال مثلا على شكل كور، تقطع له صغار بحيث انه يعني خلاص يعرف انها الوجبه اللي لازم يتناولها، وما تحط له كميات كبيره لانه يعني ما بيخلص الكميه الكبيره، ونراعي بعد معده الطفل. هو يا دوب يفتح عينه استاذ نجلة، يعني احنا بتسالين عن اسمه يمكن ما يعرف يجاوبك. هي وبعد يعني بعد مع يعني عودتهم للمدارس والحمد لله رب العالمين، يعني شوي فيهم خوف من الحياة، انهم مثلا من المعلمين اللي يشوفونهم يكونوا مستحين منحرجين، فيحسون حتى مع الاطفال يعني انهم يتعرفون عليهم، فبالهم وقت. عشان كذا الحين نقول لك يعني لا تشدون عليهم البداية، يعني بالتدريج عطوهم يعني شوي شوي. زين نحن اذا قلنا مثلا بعض الاطفال تعرفين مثلا يوم يكونون شوية في مرحلة عمرية معينة يفضل انه حاله وحال غير يشترون مثلا من الكانتين في المدرسة، فشو ممكن الأم تسوي؟ شو الأشياء اللي ممكن تأكد على ولدها أنه يأخذها؟ لأن يعني نحن نشوف اليهال اللي عندنا في البيت يقول لا 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 لانش بوكس، لا لا ما بأخذ لانش بوكس، أنا خلاص كبرت على لانش بوكس. الحين مجبورين اسمه يأخذون لانش بوكس، فعسب شيء مجبورين لأن المقاصف المدرسية الحين مسكرة، فحين تعالي شوفي شو بيستوي، لأن الطفل ما متعود مثل ما ذكرتي. مثل ما قلت في بعض المدارس مسكرة وفي بعض المدارس المقاصف مفتوحة. يعني في ناس عندهم مقاصف. فالحين مثلاً مع يعني شو الأشياء اللي ممكن الأم، لأن أنا تشوف مع الطفل مفروض حوار، يعني مو بأن لا غصب عنك تأكل خضرة، لا أفتح كل خضرة كل خضرة، فلا لازم يكون شوي الأسلوب يكون غير مع الطفل. فشو تقترحين أستاذة نجلة؟ هي مثل ما ذكرتوا يعني تحاور الطفل، لأن الطفل في هالمرحلة يحب يثبت شوي شخصيته، يعني إني أنا لي قراري وهي خلاص حطي مثلا هالوجبة اللي أنا أحبها لا تجبريني على شيء ثاني. فتحاور الطفل بحيث إنه تعرف شو الوجبات اللي يحبها ويفضلها، وتقنعه مثلا تقول له لك في فترة الفسحة أو مثل ما نسميها الفرصة إنك أنت مثلا تأكل جماعة مع اللي حوالينك، فالزملاء أو الزميلات بالدراسة يشجعون بعض، يعني مثلا شو اللي جايب لنا، شو من الوجبات الصحية اللي جايب لنا، يراون بعض يحاولون يعني يشوفون الوجبات الصحية ويأكلون مع بعض كتشجيع، يعني في فترة الفسحة هذه، وبالحوار بالإقناع إنه مثلا اليوم مثلا الطفل ما بيتم على نفس الوجبة كل مرة وتحط له ولازم تجبره، أو إذا يلبيت إذا ما خلص الوجبة ليش ما خلصتها، يعني تحقيق يكون هي فالطفل يشعر بالخوف انه هم سوي شيء غلط، يعني ان انا رايح المدرسه ما خلصت وجبتي وما سويت، وما تحط له يعني مثلا اكثر عن نوع. في يعني ملاحظه عند بعض الامهات تحط له مثلا الحليب العصير، فالطفل يشبع نفسه بهالسوائل، يوم بياكل اللانش بوكس ماشي امكان لأنه شبه عمره بهالسوائل من الصبح، وغير هذا تكون بعد يعني ما شاء الله مريقتنا بطريقة مشبعة بالبيت، فخلاص لما يحس خلال هالساعتين أو ثلاث ساعات يحس عمره مو بيوعان يعني عشان يأكل أو يأخذ، فنحط له أشياء خفيفة يعني، ونحاول نوازن، هي موازنة في الحقيبة المدرسية هذه. زين إذا قلنا ما حاجة الأطفال لمثل هاي الوجبات الغذائية الصحية، يعني سواء للنمو للتركيز، شو الأشياء المهمة؟ ليش هالوجبة مهمة؟ هي مهمة للكبار فما بالكم للصغار، لأن صغارهم في مرحلة نمو، في طور النمو، في طور أنهم يحتاجون الأغذية هاي الصحية، غير هذا أنه يساعدهم على التركيز ويمدهم بالطاقة، أنهم يبدون يومهم الصبح يحتاجون طاقة وتركيز إدراك ووعي حتى في المعلومات اللي راح يحصلون عليها، لأن الأطفال اللي دائما يشعرون بالجوع وهم يعني مو ماخذين كفايتهم
من الأكل والغذاء الصحي ما بيركزون أو بيلسون بيحسون بالخمول. ونحن ما نقول بس تركيزنا بعد في المدرسة، لا، في البيت، لأنه مثلا يعني ياخذ وجباته الصحية سواء كان الغداء العشاء، بحيث أنه يعني يقتني أهمية العناصر الغذائية هاي في الوجبات. هو لازم طول اليوم يكون ماكل أكل طول اليوم يعني... نعم. هي أشياء صحية، يعني ما يعني ما نسهل له ونقول له خلاص خذ وجبات سريعة، أشياء يعني سريعة التحضير، بحيث أنه يأخذها ويكون مثلاً عالي بالسكريات، عالي بالسعرات الحرارية، وأن حركتهم تكون قليلة بالمدرسة. لا، نقولهم خذوا يعني بس وجبات صحية، وبالذات التركيز والحركة مهمة. على وجبة والحركة مهمة، وجبة الإفطار وحتى الوجبة الخفيفة في المدرسة يعني انتقائها جداً ضروري، يعني أنها تكون صحية. ما نحط له مثلا اشياء فيه حلويات واشياء يعني ممكن ياخذها، او حتى الوجبات الحاره اللي ممكن تاذي معده الطفل. نعم. هي لما يرجع ان يكون تعبان وطول الوقت مثلا منزعج وبالجهاز الهضمي انه كل اشياء حاره ضرته، وحتى يعني مشروبات غازيه وهالاشياء نقول لهم يمتنعون عنها او يبتعدون يعني قدر الامكان. استاذه، نرجع للنقطه الاولى اللي ذكرتيها، اللي ان نحن نحبب الاطفال بهاي الوجبه. لو مثلا انا يعني جربت طريقه جديده، ما ادري، شليتهم امس وياي الجمعيه وقلت لهم يعني شو الاكثر الاشياء اللي تحبونها عشان اني ممكن اتفادى انه احط شيء وهم ما ياكلونه. انا عارف الاشياء اللي يحبونها، بس اذا هم خذوها بروحهم، انتقوا الفواكه بروحهم، يعني شوي الوضع الصحي الحين نقدر يسمح شوي ان ناخذهم معنا الجمعيه. فكانت هاي احسها تجربه ممتعه. بس الغلط الحين يا وين، اني انا حطيت كل اللي اشتريته اليوم في اللانش بوك، وانت الحين قلتي انه ما نكثر من الاكل، بس يعني حسيت الوقت كبير. ويمكن لانه طبعا بعد سنتين يعني من يعني فترة طويلة ما راحوا المدرسة، صراحة نسيت مهارة وكلون. هي نسيت مهارة تجهيز هاي الشربة. نحب بالإطعام عند الأمهات. يعني أستاذ نجلة حاطة كروسون، حاطة خيار، حاطة فراولة ومدري شو، وآخر شيء طبعا بعد حاطة لهم قلت يمكن يوعون شوي بعد بانكيك وكيكة صغيرة، وحتى استوعبت أقول الشنطة الصغيرة ما تكفي، بشتري شنطة أكبر. صح وهذا المشكلة. الحين أنا يا صراحة يوم رمستي قلت إن أفكر الحين هم لو كلوا كل هالأكل، يا رب الله يحفظهم إن شاء الله، لو كلوها كله صراحة بيستوي لهم ارتباك في المعدة، لأنهم الصبح مو متعودين يأكلون كل هالأكلات. فالحين إذا في أم نفسي متوترة وحطت كل هالأشياء في الشنطة، شو تنصحيني حق باكر؟ صحيح، بقولك فيها كل شيء أمنية كل أم، يعني تحكم كل شيء اللي يعني. وأنا شفت بعض الأمهات يعني عن تجربة أنهم يابوا الشنطة صغيرة وراحوا قالوا لا ما تكفي، نبغى شوية بعد الشنطة شوي أكبر. إذا الطفل يعني كم بيشل؟ لو قلنا يعني لو قلنا حين الوقت من 8 لـ 1:30، أنا عندهم 2 breaks، أنا بأسوي لهم وجبة صحية متكاملة بس بدون ما أمزرها أكل، شو بتختاري لنا مثلا الشيء المثالي؟ هي نفهم الطفل، نقول له لا، لك أنت مثلا في الحقيبة الغذائية الوحدة ممكن نحط له مثلا بوكسين صغار أو علبتين، نقول له مثلا هاي حق الفرصة الأولى والفتحة الأولى، الثاني مثلا الاستراحة الثانية. نقدر نرقمهم بعد فكرة أنه نرقم البوكسات، فهو يعرف هذا بريك 1 بريك 2. هي 2 عندك مثلا، اذا حطيت له مشروب واحد افضل يعني مشروب ينحط له، اقول له لا، اول شيء مثلا كل وجبتك وعقب مثلا خذ المشروب سواء كان حليب او عصير، ما لا تشبع عمرك، لا تشبع عمرك بالمشروبات السائله وعقب مثلا تاخذ الوجبه. وبعد لازم الراعي ان يعني الطعام اذا نحط فتره طويله مثلا برا وحاطينه مثلا في شنطهم، خاصه الحليب والاجبان هالاشياء تتعرض للفساد ممكن تخترب يعني، فهذا يكون في مكان بارد. ونقول له مثلا إذا أنا حاطت له الجبن، لأكل الجبن أول، النواشف ممكن الاستراحة الثانية، الأشياء الناشفة اللي أنا أعرف أنها ما بتتعرض أنها تخترب أو خلال الساعات هاي اللي هم قاعدينها بالمدرسة، وكميات صغيرة تكفيهم. هي بتكفيهم يعني، ما نحاول نكثر لهم ونلزمهم يعني، مع الملاحظة أنا اليوم بشوف مثلا عيال رجعوا وما قدروا يأكلون هذا كله، لا بعرف شو مدى استيعاب المعدة عندهم، لوينهم يقدرون يأكلون، بعدين بقولهم يلا بناقشهم شو السبب، يعني شو حسيتوا، لا مثلا كنت شبعان، ما حصلت وقت، كان بطيء في الأكل، فأنا بحاور الطفل
بعرف شو الأشياء اللي مثلا يعني خلته أنه ما يكمل الوجبة، أو أنه مثلا ما قدر يتعرف على أهمية هالوجبة أنه يأكلها يعني. وبناقش حتى الرعاية الصحية في المدرسة، نقول نحن نناقشهم لبعض الحالات اللي الأطفال اللي عانوا من حساسية وجبات معينة أو أطعمة معينة، لازم نناقش قسم الرعاية الصحية في المدرسة عندهم وننبههم، نقول لهم مثلا عندهم حساسية معينة من كذا، الطفل مثلا عندي شوي بطيء بالأكل، أساس أنه ممكن يعني يصير في تشارك بين المدرسة والأمهات يعرفون شو الطريقة الأسلم لعيالهم يعني. نعم، يعني أستاذة نجل نقدر نقول أن الوجبة الصحية للطفل هي عملية متكاملة بين الأم والطفل والمدرسة. فعلا. والتخمص ما بتخليهم يركزون، يعني إذا كلوا وايد ما بيرمون الحزم. وطبيعة الأطفال أصلا أكلهم قليل، بس مع الحين العودة للمدارس والأمهات المتحمسات والأشياء اللي تشوفينها على السوشيال ميديا والوجبات اللي تطلع لك كل يوم، فتحاولين أن أنت تكونين يعني مواكبة الناس. يعني أنا الحين لازم وجبتي تكون متكاملة فيها كل شيء. أول شهر يكونوا متحمسين، عقب يستوي كل شيء ستاندرد. هي متكاملة من أي ناحية؟ أنا أضمن أني أحقن بروتين مثلا، سواء كان بيض جبن أو حتى المكسرات. يعني مثلا إحنا تبادر بذهان البروتينات نقول لا بس لحم دياي سمك، لا، في مثلا مكسرات منتجات الألبان، أضمن أني أحقن مثلا النشويات، قطعة خبز صغيرة، يعني حاول أن أنتقي مثلا فيها الياف، نقول مثلا خبز الأسمر، تشوف الطفل على شو متعود، حتى لو كان الخبز الأبيض عادي بس أحط له الكميات البسيطة، الألياف الغذائية سواء كان في الخضروات والفواكه. طبعا الأطفال معاناة مع الخضروات، معاناة طبعا، مركب لهم عيون وحلجو. لا بعد استاذة نجلة نقدر نقول ان الخضروات والفواكه على ما انت عودتي الياهل، اذا الياهل ضم الخضروات مع الغداء مع اي وقت، مو بشرط نحطه في شنطه المدرسه، نقدر نستبدلها. هاي نصيحه حقي وحق كل الامهات، يعني اليوم ترست الشنطه فباكر اقول عادي مو لازم احط الخضره حق المدرسه، خليه حق الغداء عادي، يعني في مجال بعد وقت الغداء ترمين تشوفينها متاكدين انك كلوا المدرسه ما تضمنين. بالضبط. فنقدر نلخص مثلا الفيتامينات، هي والفيتامينات المعادن موجودة يعني سواء كانت بالفواكه والخضروات، يعني ما نلزم علينا الخضروات بعد لازم يأكلها المدرسة يعني. نعم بالضبط. فنحن نقدر أستاذة نجلة نلخص حديثنا لليوم مع الوجبات المحببة للأطفال، نقدر نقول الخطوة الأولى للأمهات أول شيء يسألي طفلك شو يحب وشو ما يحب، عشان تعرفين وتتفادين ان انت تحطين اشياء يمكن هو ما يحبها في الشنطه. ومثل ما ذكرتي استاذة نجلة نتفادى الاشياء المخلوطه اللي مثلا الياهل ممكن اذا شافها ما يشتهي انه ياكلها. صحيح صحيح. وعقبها نقلل كميه الاكل، يعني نقول الفائده اكثر من الكميه، النوعيه وليست الكميه. ما نصير نكبر الشنط، نخلي شنطنا نفس ما هي، بس احنا نختار الكميات الصحيحة للطعام للطفل، عشان مثل ما قالت أسماء ما يصاب بالتخمة وبالتالي ما يقدر يركز، ومعدة الطفل صغيرة أصلا يعني ما تتحمل المزيد من الطعام. نعم. وطبعا ذكرنا أستاذة نجلة أيضا فكرة جميلة اللي هي إذا كان للطفل فرصة أولى وفرصة ثانية، يعني بريك 1 وبريك 2، نحط على اللانش بوك مثلا 1 وتو عشان الأكلات اللي ممكن أنها تحر للبريك الثاني. أيوة. الأجبان، الحليب، الفساد. فعلا بالضبط، نخليهم يأكلونها أول شيء، والأكلة الثانية اللي مثلا حطينا بسكويت أو شيء مثلا هي الفسحة الثانية مثلا تكون أو الاستراحة الثانية. نعم. فطبعا أستاذة نجلة درويش الحديث معك دائما مشوق وممتع، واستفدت أنا الصراحة منك أكثر يمكن من المستمعين، فأشكرك على هاي المشاركة الجميلة، وإن شاء الله نترقب لي مواضيع أجمل في حلقات جاية. شكرا لك أستاذة نجلة. كل الشكر لكم على الاستضافة الحلوة. شكرا لك، يومكم سعيد. يومك سعيد. وطبعا أسمى مع الوجبات الصحية وحجمها وحجم الشنطة وشو اللي يحبون اليهال، بنطلع مع المستمعين لفاصل إعلاني وبنرد لهم مع أيضا موضوع يخص المدارس، ولكن هالمرة بنرجع بموضوع العودة الآمنة للمدارس. انتظرونا أعزائي المستمعين. صحة وسعادة. نواصل حديثنا أعزائي المستمعين والمتابعين عن الموسم الدراسي الجديد، وبعد الكلام عن الوجبة الصحية الغذائية المحببة للطفل يمتد الحديث لموضوع آخر يهم الجميع،
وهو العودة الآمنة للمدارس. ومن دون شك ونحن نسير بخطى قوية وواثقة نحو التعافي، لابد لنا أن نذكر ونؤكد على أهمية الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي علينا الالتزام بها لإتمام التعافي وحماية أنفسنا والآخرين، وخاصة في المجتمع المدرسي. وهذا بالتحديد ما سيحدثنا عنه اليوم الدكتور وليد الفيصل، استشاري طب الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. أهلا بك دكتور وليد. أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتور. دكتور، مثل ما ذكرت أسماء، نحن ونحن راجعين المدارس، طبعا نبغى نعرف منك اليوم بما أننا نحن نمضي في خطة التعافي، دكتور شو هي المشكلة كوفيد-19 وهل ما زالت موجودة في العالم؟ صراحة احنا سعيدين يعني بدولة الإمارات العربية المتحدة ودبي على وجه الخصوص، لأنه كنا من البلدان الرائدة ومثال يحتذى به في تطبيق التدابير الوقائية وإجراءات المكافحة لهذا الوباء العالمي. يعني ما زال الوباء العالمي موجود ويتزايد في بعض البلدان، وذلك إما بسبب ضعف الإجراءات، تطبيق الإجراءات الاحترازية في بعض هذه البلدان، أو بسبب ظهور سلالات جديدة من الفيروس نتيجة الطفرات الجينية، وهو أمر معتاد طبعا في بعض أنواع الفيروسات. كيف ثم أنتم دكتور نجاح بعض الدول ما شاء الله شلوا الماسكات؟ بالنسبة لنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة، كان السبب الأساسي هو تعاون الجميع، القيادة الحكيمة والسلطات الحكومية والصحية بما في ذلك الإعلام الصحي وأفراد المجتمع. وكان العامل المهم في عمل هذه المنظومة هو الوعي الذي تولد لدى أفراد المجتمع والتزامهم بتطبيق الإجراءات. ولذلك على أفراد المجتمع عدم التهاون في تطبيق الإجراءات، سواء الإجراءات الوقائية أو إجراءات المكافحة. من جهة الإجراءات الوقائية، يجب الالتزام للفئات المستحقة بأخذ اللقاح أو بتطبيق الثلاثي الذهبي. الثلاثي الذهبي دائما من وجهة نظري هو الحفاظ على المسافات، ولا أقول التباعد هنا، وإنما الحفاظ على المسافة التي تؤدي إلى عدم حصول العدوى، وكذلك ارتداء الكمامات بالطريقة الصحيحة وغسل اليدين المتكرر أيضا بالطريقة الصحيحة. أما من جهة إجراءات المكافحة، فيجب التعاون كمان بين أفراد المجتمع والسلطات الصحية والحكومية للتعرف على الحالات الجديدة وتطبيق إجراءات العزل على هذه الحالات والحجر بالنسبة للمخالطين. نعم، وطبعا دكتور مثل ما نقول، إذا نحن قلنا العودة الآمنة للمدارس، هذا يعني على أفراد المجتمع طبعا استكمال يعني الإجراءات الاحترازية، وأن يقفون معا لاستكمال خطواتنا هذه في التعافي. فشو توجه دكتور اليوم للأهالي اللي أطفالهم عادوا للمدارس، كلمة ممكن أن هي تعزز من الأمن المدرسي؟ بالنسبة للعودة الآمنة للمدارس، لقد تقرر نتيجة النجاح بتطبيق الإجراءات الاحترازية العودة الكاملة للتعليم الذي يستند إلى الحضور إلى المدرسة، طبعا مع استثناء بعض الحالات عالية الخطورة التي يقرر فيها الطبيب المعالج عدم الحضور واتباع نظام التعليم عن بعد، ويوافق على ذلك أولياء الأمور، وكذلك هيئة الصحة يجب أن توافق على ذلك. طبعا العودة الآمنة للمدارس تعني ثلاثة أمور. الأول هو استمرار النجاح في تطبيق الإجراءات داخل المدرسة، هذه الإجراءات التي تم تأسيسها وتوطيدها العام الماضي. أيضا تطبيق ملاحظة الحالات الجديدة وعزل هذه الحالات. النقطة الثالثة هي تطبيق إجراءات الحجر على المخالطين من أجل الحد من انتقال العدوى داخل المدرسة. زين دكتور، إذا قلنا مثلا الحين مثل عدد الأطفال أكثر من السنة الماضية، كان السنة الماضية في مجموعة في المدارس ومجموعة في البيت، لكن المجموعة الحين اللي في المدرسة أكبر من العام الماضي، ف
فإذا قلنا شو هي الإجراءات الاحترازية اللي مفروض الأم أو الوالدين يأكدونها على عيالهم إذا قلنا قبل ما يروح المدرسة، أو النقاش اللي يكون بين الأم والطفل، لأن الوعي عند الطفل مهم، والأطفال ما شاء الله واعين وعارفين الوباء العالمي، فشو هي الأشياء اللي لازم الأم تأكد على أطفالها قبل ما يروحون المدرسة؟ طبعا الثلاثي الذهبي هو مسألة أساسية، وبس الأمر الأساسي فيه هو كيفية مخاطبة الأبناء بشكل أنه يكون هالمسألة هاي مسألة ما تأثر على تعامل الطفل مع زملائه وأصدقائه في المدرسة، ومن جهة أخرى ما تؤثر على انتقال العدوى. وبالتالي يمكن أن يتكلم الأهل الأب والأم مع الطفل بشكل طبيعي، بحيث يكون مثلا ارتداء الكمامة موضح ومفسر وله تبرير بشكل منطقي وسليم ومناسب لتفكير ووعي الطفل، وأيضا التأكيد على غسيل اليدين وتعليم الطفل غسيل اليدين بشكل متكرر وفي مناسبات محددة، وأيضا الحفاظ على المسافة. يعني اليوم في الإجراءات الجديدة المحدثة تم التغيير على بعض ما يتعلق في تحديد المسافة داخل المدرسة، وإنما المسافة الآمنة لعدم انتقال العدوى يجب تحديدها بشكل مباشر وإفهام الطفل هذه المسافة، بشكل أنه ما تكون مسألة تتعلق بالتباعد، وإنما تتعلق بحد من مسافة لانتقال، لمنع انتقال العامل الممرض من شخص مصاب إلى شخص سليم. زين دكتور، نحن في بس أحب حتى أوضح أو نأكد على معلومة، أن أحيانا بعض أولياء الأمور لما يكون في البيت أمام الطفل أو طفرنا من الماسكات أو خلاص يعني بنسير، بس يعني ما يعرفون هالسلوكيات أو هالكلمات اللي يقولونها قدام الأطفال تأثر لأن تنعكس على الطفل. يعني حتى لو أنا كان هذا تصرفي في البيت وعقب أقول حق ابني التزم، ما بيلتزم لأن أنا كولي أمر وملتزم. فنحن أيضا واللي يعني مثل ما تفضلت في بداية الحوار، أن اللي خلانا نحن نكون مثال يحتذى به مو بس الجهات الصحية، حتى المجتمع، التزام المجتمع كان دورك كبير. فأيضا نحب نأكد على أولياء الأمور أن هاي المصطلحات أو هاي التصرفات اللي توضح هذا الشيء ما تكون قدام الأطفال في البيت. بالضبط، يعني مخاطبة الأب للابن هي بمنتهى الأهمية، والأهل بصورة عامة، الأم كمان، وأولياء الأمور اللي هم ممكن يكونوا في بعض الأحيان أوصياء شرعيين على الأطفال وهم أولياء أمورهم في المدرسة. التعابير المستخدمة مهمة جدا، وطريقة الحوار مع الطفل طريقة مهمة، يعني بمنتهى الأهمية في تعزيز تطبيق الطفل للإجراءات الاحترازية داخل المدرسة. الإجراء اللي بيتم بالحوار وإتاحة الفرصة للطفل بأنه يسأل، والإجابة عن جميع الأسئلة والاهتمامات اللي بتدور في ذهنه بشكل ودي وبشكل محبب للطفل، كلها عوامل مهمة بجعل الطفل يتمسك بالإجراء ويطبقه بهدف منع العدوى، منع حصول العدوى، وليس التأثير على علاقة الطفل مع المعلمين ومع الأصدقاء في المدرسة. نعم طبعا دكتور، إذا نرجع للأمن الصحي في المدرسة، نقول منو المسؤول الحين عن المحافظة عن الأمن الصحي؟ هل المدرسة والعاملين فيها؟ هل الأهالي في البيت؟ أم أنت تشوف أن هاي مسؤولية مشتركة بين المدرسة أو الأهالي؟ الحقيقة أنه هي المسؤولية مشتركة بين الجميع، ولا يمكن أن نفصل مسؤولية طرف عن مسؤولية طرف آخر، فهي مسؤوليات متكاملة، وأي خلل في أي طرف منها يؤدي إلى خلل بالأطراف الأخرى، والتكامل في التطبيق والشعور بالمسؤولية لدى الجميع هو العامل الأساسي الذي يعزز من النجاح ويقود إلى التعافي الكامل إن شاء الله. إن شاء الله. من جهة إدارة المدرسة والكادر الصحي وفريق السلامة داخل المدرسة مسؤولين، ومن جهة ثانية الأهل الذين يتعاونون مع المدرسة والسلطات الحكومية والصحية في تناول الأخبار من جهة وتطبيق الإجراءات من جهة أخرى. أيضا هيئة الصحة والفريق الإشرافي على المدارس الذي يتابع تطبيق الإجراءات ويتدخل حين الضرورة،
وبالنهاية السلطات الحكومية التي تدعم جهود القطاع الصحي، وللإعلام دور أساسي ومهم جدا جدا في تكميل هذه المنظومة. نعم طبعا دكتور، إذا بنقول ما هي الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة في هذا الشأن، واللي يدل على أن يعني مثل ما ذكر دكتور أن هناك مثلث ذهبي اللي هي الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللي على المدارس أنها تلتزم فيها، فهل نحن دكتور إذا مشينا بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية هذه اللي على الجميع طبعا الالتزام فيها، إن شاء الله نأمل بعودة المدارس بشكل تام وعودة الطلاب للمدارس؟ هناك نظام متكامل تم تأسيسه وتوطيد أركانه العام الماضي، وكان هناك تعاون مثير للإعجاب في التطبيق بين جميع الأطراف المسؤولة. تم وضع معايير من قبل السلطات الحكومية والصحية، وتم وضع دلائل إرشادية، وبناء عليه تم اختيار أعضاء فريق السلامة وتدريبه. هذا النظام يشير لأدوار ومسؤوليات فريق السلامة والأهل. من جهة، فريق السلامة مسؤول عن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدرسة الوقائية، منها فيما يتعلق بالسلوكيات وتطبيق الثلاثي الذهبي من الحفاظ على المسافة وارتداء الكمامة وغسيل اليدين. ولذلك يقوم فريق السلامة بالتوعية اللازمة لذلك والتأكد من التطبيق. ومن جهة المكافحة أيضا يقوم فريق السلامة بملاحظة الحالات الجديدة ومتابعة المخالطين وتطبيق إجراءات العزل على الحالات والحجر على المخالطين. ومن جهة أخرى بما يتعلق بمسؤوليات الأهل، الأهل مسؤولين بشكل مهم جدا بالتعاون كما ذكرنا في البداية، بالتخاطب مع الأبناء والتعاون الكامل مع فريق السلامة في المدرسة في تطبيق الإجراءات اللازمة. نعم يعني نقدر نقول دكتور أن هيئة الصحة بدبي يعني عدت خطط وبرامج وإرشادات لتعزيز الأمن الصحي في المدارس. نعم قامت هيئة الصحة بالتعاون مع كل السلطات الحكومية بتحديث المعايير اللي هي موجودة من البداية. نعم. وتحديث الدلائل الإرشادية، فيما يتعلق بأهم التعديلات اللي جرت على المعايير والدلائل الإرشادية كان اعتماد العيادة المدرسية من ضمن المنشآت الصحية التي يمكن أن تعطي اللقاح. نعم. ولم يطلب من الطلبة إجراء البي سي آر، كذلك طلب من الزوار والأهل إما لقاح أو إجراء بي سي آر، وتم أيضا إلغاء تصريح السفر. نعم. هذا بالإضافة إلى التحضير، قامت هيئة الصحة بالتحضير لمتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والدلائل الإرشادية فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية داخل المدرسة وملاحظة الحالات وإجراءات العزل المتعلقة بها ومتابعة التطبيق الإجراءات على المخالطين. نعم يعني دكتور نقدر نقول وزميلتي أسماء نقدر نقول أن نطمن الأهالي بأن هيئة الصحة بدبي ماشية في خطط ودراسات وطبعا برامج لتعزيز الأمن المدرسي. بالطبع نستطيع طمأنة الأهالي أن السلطات الحكومية بشكل عام والسلطات الصحية بشكل خاص هي واعية لكل المخاطر اللي هي موجودة للمدرسة، وقامت بالتصرفات الملائمة في الوقت المناسب. وهناك أيضا خطط وبرامج لمتابعة مباشرة من قبل فريق هيئة الصحة الإشرافي وفقا لإجراءات التحقق من التطبيق ومتابعة التنفيذ للإجراءات الاحترازية الموضوعة. وهناك أيضا خطط وبرامج لمتابعة إشرافية لتطبيق كامل مكونات برنامج الصحة المدرسية. مثل ما بتعرفوا في بداية انتشار الوباء العالمي كان في ضرورة لإيقاف بعض الخدمات الصحية اللي تقدم في المدارس. الآن هناك متابعة لتطبيق مثلا التلقيح في السن المدرسي وإجراءات الفحص الشامل والفحص الدوري، ولكن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية. وهناك خطط وبرامج لمتابعة مباشرة لهذا التطبيق، وأيضا هناك خطط وبرامج للتدريب بالنسبة للكوادر الصحية في المدارس على تطبيق كامل مكونات برامج الصحة المدرسية من جهة، وتطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بالوقاية من كوفيد 19 في المدارس ومكافحته. شكرا دكتور. إذا كنت تعطيني نصيحة أخيرة قبل ما نختم اللقاء.
النصيحة الأخيرة هي بالنسبة للأهل، العلاقة الجيدة مع الأبناء دائما ما تكون علاقة آمر ومأمور، وإنما تكون علاقة مبنية على الحوار، مبنية على سماع آراء الطفل والاستماع إلها. ودائما الطفل لا ينطق من فراغ، وإنما بيكون في أي شأن بيطرحه هو شأن مهم وممكن له أرضية وله واقع، ولذلك نأخذ آرائهم وشؤونهم في عين الاعتبار في الحسبان، ونتعامل معها بكامل الاحترام بالحوار بإجراءات بتطبيق التعامل بمودة كاملة مع الطفل. نعم طبعا دكتور وليد الفيصل استشاري طب الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، شكرا لكل هذه المعلومات القيمة، شكرا لطمأنة المجتمع بأن يعني العودة إن شاء الله ستكون آمنة للمدارس. شكرا لك دكتور. شكرا لكم، ودائما شكرا لدور الإعلام المهم اللي بيقوم بأدوار بمنتهى الأهمية بالنسبة للإجراءات اللي احنا نقوم فيها. شكرا دكتور. طبعا أسمى ذكر الدكتور معلومات جدا مهمة، نحن مثلا بدورنا إذا بنقول بننصح المستمعين على كلام الدكتور أن أولا كونوا على علاقة جيدة مع أبنائكم، علموهم الإجراءات الاحترازية، وكذلك مسؤولية العودة الآمنة للمدارس تقع طبعا على عاتقنا أول شيء. إذا كل شخص كان مخالط نبه الهيئة التدريسية بأنه مخالط، وإذا ما نبه ترى بتتخالف الموضوع، يعني ما فيه استهانة. الشخص المخالط يقول أنا مخالط، يقعد الطفل أسبوع أونلاين أحسن من بيئة مدرسية كاملة تخترب لأن شخص واحد مثلا ما قال أنا مخالط أو أنا ممكن عندي حالة في البيت. فإحنا دائما ننصح أفراد المجتمع أن يأخذون هاي المسؤولية بعين الاعتبار وما يستهينون فيها أبدا، لأن عودة طلابنا وعودة أبنائنا وعودة الحياة الطبيعية كلها تعتمد على مدى صدق المجتمع ومدى تعاون المجتمع. هم ما شاء الله طبعا نحن نفخر بتعاون المجتمع معانا، ولكن مثل ما نقول أسماء في قلة قليلة يجب أيضا أن ننوه، لأن مستحيل نقول المجتمع كامل ملتزم، مستحيل نقول المجتمع كامل غير ملتزم. فنحن دائما نقول أن نحن بنرجع للمدارس، بنرجع للحياة الطبيعية، ويمكن نشيل الكمامات إذا التزمنا كلنا بالإجراءات الاحترازية. مثل ما ذكر أيضا دكتور أن هاي السنة الثانية للعودة للمدارس بشكل حضوري، وكان تعاون جدا مثمر في العام الماضي، ونشكر جميع الأسر اللي كانوا تعليم الحضوري وكانوا أيضا ملتزمين العام الماضي وهاي السنة، نشكرهم مثل ما يقولون بشكل مسبق. في ختام حلقتنا نذكركم أعزائي المستمعين بضرورة الالتزام بالثلاثي الذهبي، وهو لبس الكمامة، المسافة الآمنة، وغسل اليدين للوقاية من كوفيد 19. في نهاية حلقتنا نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي ومخرجنا الأخ والأستاذ الفاضل سعيد المر، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.